إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. في شهر رمضان يقرأ الناس القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ولأهل القرآن المكانة العظمى يوم القيامة. And leading Salatul Tarawih in Ramadan takes a lot of preparation, not only a month before but throughout the year. And in Ramadan, doing revision all the time throughout the day, making sure that you're ready. And being on the Musalla is not only about memorizing and leading the people, but to make sure that your recitation is correct. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا. پچھلے 8 سالوں سے ہر سال رمضان میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قرآن پاک یاد ہونے کے باوجود بھی نماز مغرب سے صلاۃ التراویح تک ایک فکر سی رہتی ہے. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. Being on the Musalla is quite scary actually, and making a mistake is even more scary. And but alhamdulillah, once you get into the rhythm of reciting, you know, it is smooth sailing from there. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا. الله تعالى سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک یاد کر کے اور اسے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.